سلام يا حلوين، حنبلش هلا بالشابتر 4 اللي هو reproduction of fungi. الشابتر منه كبير ابدا وهي دغري بيخلص معنا. اوكي هلا قبل ما بلش بالreproduction بس بدي اذكركم بكم شغله بالstructure للفنجاي. اخذناهم بالبوتاني مرقوا معنا كلهم هودي حتى فدنا فيه ان ديتيلز وقت اكثر، بس هلا بدي بيهمني يعني حتى كل كلمه عم اقولها تكونوا عارفين عن شو عم احكي متذكرينهم. يعني الفنجاي اول شيء they can reproduce by sexual and asexual reproduction بالاثنين. اوكي هلا اذا كانوا عم يعملوا sexual reproduction، اذا كانوا عم يعملوا sexual reproduction الهابلويد ستيج بدها تكون dominant على diploid stage. شو يعني؟ يعني dominant stage diploid stage يا ربي حتكون short life، يعني هيك قصيره ما طويله. اوكي هلا الاسكومايكوتا او الاسكومايسيتس نفس الشيء، اسكومايكوتا اند بازيديومايكوتا عاده بيمروا بالديبلويد ستيج تاعتهم، يعني بيمرقوا بالسكشوال البرودكشن تاعهم، بيمرقوا بالدايكاريوتيك ستيج. شو هي الدايكاريوتيك؟ عرفناها قبل، هي لما يصير عندي انا هون بلازموجامي بس الكاريوجامي تتاخر ديليد. اوكي لا وقت معين لحتى يصير عندي فيوجن اوف ذا نيوكليي. اوكي طيب هلا بالستراكشر قبل they can be beneficial او parasitic. شو يعني beneficial؟ فينا نستعملهم على فكره، نحن بنستعمل الفنجي مثلا بالبيكري. اوكي لما نعمل نحن العجين الخبز هودي كلهم بنحط لهم، مش بنحط لهم خميره، الخميره هي ييست، هي من انواع الفنجاي يونيت سيلولر فانجس. مثلا بنستعمل البنسلين، البنسلين ما حدا يقول لي مثلا عن هذا الدواء خاصه بالحراره اذا في عندي انفكشنز بالريسبيتوري تشين لازم يكون موجود بكل بيت يعني تقريبا. هو هذا مستخرج من البانيسيليوم، عباره عن فانجس. اوكي مثلا بنستخدمه نحن بالايثانول برودكشن، ايثانول برودكشن هو الخمر، مثلا بالتشيز، هيك اشياء في لهم، يعني في لهم استعمالات كثير خاصه بمجال الميديسن. اوكي كبارازيتك في بعض الفطريات، هو الفنجاي يعني فطريات من هالعمل كون اياها بارازيتك، يعني ممكن يكونوا مضرين. في احيان نسمع عن فطر سام، هو هن منهم. طيب شو الاستراكشر للفنجاي؟ نحن اهم شيء نعرف شو يعني هايفي، شو يعني مايسيليوم، شو يعني سبورانجيا. الهايفي هي هيك عباره عن فيلمنتس هيك بيجوا طوال هيك، مثلا هودي الفيلمنتس هن عباره عن سيلز زي كسل مع سيل ثانيه مع سيل ثالثه. اوكي هلا هيدي الهايفي في عندي تو تايبس، ممكن يكونوا سينوسايتك يعني نوت سبتيتد، يعني ما في سبتم بينات السيلز، ما في شيء فصلون، يعني بتجي كلها سقف هيك سحبه وحده. اوكي مثل ما شايفينهم بالصوره، بس الصوره راحت. خليني افرجيكم اياها هون، شايفين هيدي؟ هيدي هي السينوسايتك، هيدي السينوسايتك. ليكو ليش ما عندي، ما في هون حدود، مش مثل هيدي اللي على اليمين، على اليمين ليكو في عندي خطوط بالنص هن مسمين سبتم تفصل للسيلز. اوكي صحيح الهايفي بس كمان سبتيتد، هي شو وظيفة إذا ما كان سبتيتد؟ يعني حدا تمرق لي نيوترينتس أسرع. إذا كانت سبتيتد ساعتها حدا بده يكون بين كل حدود سيل وحدود سيل تانية بده يكون في عنده شوية بورز يعني فخاويت حتى يمرقوا الموليكولز أسرع. أوكي هذا هو بس هيك بدنا نعرف إنه في عندي سبتيتد في عندي نوت سبتيتد. المايسيليوم هي عبارة عن جروب أو كولكشن أوف هايفي، يعني هايفي مع هايفي مع هايفي مع هايفي، مثل ربطة البقدونس. إذا حطيتهم مع بعضهم ربطة البقدونس، مش هود العيدين تعولاتهم هيك مجمعين ورابطينه بمغيطة، نفس الشيء group of hyphae بيعطوني mycelium. هلا شو هي السبورانجيوم؟ عرفناها قبل، السبورانجيوم هي الستركشر اللي مسؤولة عن تعمل production of spores. اوكي وين موجودة عنده السبورانجيوم؟ عادة بتكون موجودة على التوب، على التوب of the stalk، هيدا اللي فوق. هلا بفرجيكم صورتها هيدي. اوكي وفيها شفتي هون الدوائر الصغار، هود هن السبورز. هلا اعطيكم اكزامبل انا في البلاك مولد او بنسميه كساينتفك نيم بنسميه ريزوبس. اوكي ريزوبس هو هذا اللي هون البلاك مولد بيطلع على الخبز، بس نترك الخبز هيك بمنطقه رطبه بمحل رطب هيك وفي ابعاد، يعني الفافورابل كونديشنز ار تمام ار فاين، فبيطلع عندي انا بيعفن الخبز. اوكي هلا ليش نحن بدنا ندرس الريبرودكشن؟ ليش بيهمنا ندرسوا البرودكشن للفانجاي؟ طب هن ما بيهموني يعني احنا كانسان وهيك ما عايشين معنا، يعني لا هن عايشين معنا ونحن بنستعملهم بالانتي بايوتكس، وبهمنا لانه بدنا نعرف نحن كيف نقدر نصنع منهم اشياء بتفيد الانسان. اوكي بهمنا نعرف الريبرودكشن تبعهم. هلا نحن مثل ما قلنا الفانجاي بيقدر يعملوا ريبرودكشن باي اسكشوال اور سكشوال، يعني اسكشوالي اور سكشوالي. حبلش اول شيء بالاسكشوال، لانه باي ثري ويز.
اول شيء باي بادينج وعرفناها قبل وحكينا عنها قد ما بدكم، حكينا عنها بالالجي وحكينا عنها بالبكتيريا. ومرقت معنا بالتعريف يمكن اول شيء. سو البادينج شو هي؟ يصير عندي فورميشن اوف باد، وهيدا البد شو بتعمل؟ بيروح عليها الدي ان اي الريبليكيتد، يا اما اتاشت يا اما بضل اتاشت على السيل، يا اما بتنكب. اوكي مثل مين؟ مثل اليست. اليست هن عبارة عن يونيسال، عادة اللي بيعملوا بادينج هن بيكونوا يونيسالولر. اوكي مثل مين؟ اليست. فراجمنتيشن من اسمه فراجمنتيشن، عم يصير عندي انا فراجمنتس عم يتقطعوا. بس انتبهوا هون للتسميات اللي عم نستعملها، هون بيصير عندي الفانجل مايسيليوم. هونيك شو كنا نستعمل قبل بالالجي؟ هو فيلمنت، كنا نقول فيلمنت. هون انتبهوا مايسيليوم عم نقول، اوكي هي ذاتها مايسيليوم عم تتقطع. بس تتقطع كل وحدة منهم حتصير تعطيني انا نيو مايسيليوم. اوكي مثل مين؟ مثل البازيليو مايكوتا. طيب نجي للسبور، السبور فورميشن. هون سبور فورميشن كمان شوي فكرتها غير، نفس الشيء عم يصير عند سبورز اكيد هن ريزيستنت وكل شيء، بس قصدي انه التسميات اللي عم نستعملها هون شوي غير. اول شيء السبورز هن اللي يلي موجودين هون هن كتير هيك صغار، ويعني من كتر ما صغار بيطيروا بالهواء، يعني بيجي هوا بيطير اياهم. اوكي بيقعوا على الارض وبيجي بيعملوا مثلا بيكفوا الريبرودكشن تبعهم، بس انه هو يعني هذا الهدف منهم. هن صغار السبورز بس يكون عندي favorable conditions، يعني كل شيء عندي moist medium وعندي الحرارة تمام وكل شيء والرطوبة تمام وهيك، شو بيصيروا active، يعني بيشتغلوا شغله حتى يصير عندي reproduction. بس كان عندي unfavorable conditions ما بيكونوا active. اوكي يعني بيكونوا at rest، بنسميهم cysts. تمام. هلا السبورز في عندي نوعين، في عندي الكونيديا، في عندي السبورة، في عندي السبورانجيو سبور. الكونيديا هي لما يكون عند السبور هذا اكزوجينس. شو يعني اكزوجينس؟ من اسمه اكزو يعني برا. اكزوجينس يعني هن موجودين برات، يعني لبرات السبورانجيا اتجاههم. اما السبور سبورانجيا سبور اللي هن عباره عن سبورز بس ما موجودين لجوا جوات السبورانجيا. اوكي ناخذ اكزامبلز، عندنا الاسكو مايكوتا، البازيديو مايكوتا، البنسلين. هي بنسلين هذا نوع من انواع، يعني هو اكزامبل علينا. اوكي الاسكو مايكوتا والبازيتو مايكوتا هن جروبس كبار، هن يعتبروا كونيديا، يعني عندهم السبور هو اكزوجينس. اما يلي هن الرايزوبس اللي هو مش بحكي عنه، بعطيكم اكزامبل عليه اللي هو هذا العفه بيطلع على الخبز، هذا وين هو؟ هذا البلاك مولد يلي هون بنسميه ريزوبس. اوكي رايزوبس، هذا رايزوبس هو نوع من انواع ال نوع من انواع الزايجو مايكوتا. زايجو مايكوتا بلا. اوكي بيكون هو عاده اندوجينس. طيب حنبلش هلا بالسكشوال ريبرودكشن. هسه انه ما مطلوب غير الاسكو مايكوتا، تعيت الزايجو مايكوتا والبازيديو مايكوتا هم الغيين السنه. اوكي سو الاسكو مايكوتا كيف بتبلش القصه؟ قبل ما نحكي عن الستفس تبع الريبرودكشن حنحكي بس عن هيك تعريفين على السريع. عاده الجاميتانجيا اللي موجوده عند الميلز بنسميها انثريديوم. اوكي هيدا الانثريديوم وين موجوده؟ بال عند الميلز. وشو اسمه؟ شو بدي لكم يا الله، من المنزله بماينس. ماينس يعني هن الدونر حيكونوا. اوكي يعني هن رح يعطوا بالبلازما جامي، هن حياتوا هن حيعملوا مايجريشن يعني. اوكي الاسكوغونيوم هي عباره عن فيميل جاميتانجيا، عباره عن فيميل جاميتانجيا. اوكي وين بنرمزها ببلس. هلا قبل ما اشرح لكم اقرا لكم اياها هون، هشرح لكم اياها على الصوره. تتذكروا هيدي الرسمه بالبطن اللي شفناها وقتها؟ هون عرفنا هذا هو هيك بيجي شكل الاسكو مايكوتا، مثل هيك مثل الكوباي مثل الكاسه. اوكي هذه الكاسه بتجي من هون فاضيه هيك من جوا، بس من اطرافها من جوا في عندي لاير مؤلفه من ستيريل وفيرتل سيلز. اوكي بنسميها شو سمينا هذه اللاير وقتها؟ باريميديوم، صح تتذكروها بالبطني. ومن برا مغلفه ببروتكتيف لاير بنسميها سوري من جوا الهيمينيوم، من جوا اللي هي عباره عن ستيريل سيلز مع الفيرتل سيلز. اما يلي من برا سميناه وقتها باريميديوم، صح؟ طيب نجي هلا لكيف بتبلش العمليه، عمليه الريبرودكشن عندها سكشوال ريبرودكشن. اول شيء عندي تو هايفي بيقربوا على بعض، بس قربوا على بعض هودي الهايفي يعني هن عباره عن بلس مع ماينس هايفي، بس قربوا على بعض شو بيعملوا؟ بيعملوا مع بعضهم هيك بالنص، في عندنا هذا الماينس يلي هو الدونر يلي هو الميل، النيوكليوس تاع طبعا بيعمل بلازموجامي مع الترايكوجين تاعيتها. اللي شعرفنا ترايكوجين قبل انها هي مثل هير لايك ستراكشرز، يعني ليكو كيف مثلا هيدا فرضنا هيدا الايج، في عندكم هون هيك هير لايك ستراكشرز، بيقوم هيدا الهير بيمرق بيعمل بلازموجامي مع الميل، في مع الميل
وبصير عندي نيوكليس تمشي نيوكليس تاعيت الميل يعني او نيوكلياء اجمالا لانه في عندي كذا يعني الهايفي مؤلف من كذا سل بيمشوا على الترايكوجين بفوتوا لعند وين الاركيجونيوم الاسكوجونيوم اوكي بس فتوا عند الاسكوجونيوم بضلن هيك بضل النيوكليا هيك توقف حدا يعني بتعمل بيرينج بس ما بتعمل فيوجن يعني ما بيصير عندي كاريوجامي اوكي بيصير عندي بس بلازموجامي سو so, اول شيء بيقربوا الميل والفيميل على بعضهم الهايفي بيقربوا على بعض بس قربوا بيصير عندي بلازموجامي نتيجه هذا البلازموجامي بيمشي النيوكليا تاعت الميل لعند الفيميل لعند الفيميل اسكوجونيوم يعني بس يمشوا وصلوا لعنده بيوقفوا حدا ما بيعملوا فيه وجب النيوكليا ما بيصير عندي كاريوجامي يعني شو بيصير عندي هون داي كاريوتيك ستيج اوكي شو انا داي كاريوتيك ستيج يعني ما بيصير عندي فيوجن اوف ذا نيوكليا بيقعدوا هيك لحتى شوي تجي بعد شوية وقت يعني حتى يصير عندي فافورابل كونديشنز او لكذا تسبب يعني بيرجع شو بيصير عندي انا فوق على الهايفي من فوق يعني هذا الهايفي شايفينهم هود الهايفيات من فوق من فوق من فوق في عندي على اخرتهم شيء بنسميهم عبارة عن ساز يعني بنسميهم اسكي مفردها هي اسكس اوكي كل اسكي هي مؤلفة من تو نيوكليس مثل ما شايفين هون اوكي هن هيك تو نيوكليي في بقلبهم يعني وما عاملين فيوجن بعضهم مش نعمل كل الهايفيات ما هو الهايفي عملت بلازموجامي وعملت جمع النيوكليس فكلهم بيعملوا هيك نفس الشيء المهم هلا هيدي الاسكي المؤلفة من تو نيوكليي بقوموا هيدي النيوكليا بس يصير عندي وقت المناسب بيعملوا فيوجن مع بعض يعني شو صار عندي هون كاريوجامي بس صار عندي كاريوجامي شو بيصير عندي نتيجة الكاريوجامي صار عندي زايجوت سو انا هودا اللي بيطلع عندي هالسيلز هلا صار اسمه زايجوت بيقوم دغري الزايجوت شو بيعمل بيعمل ميوسيس ليش بيعمل ميوسيس لانه احنا قلنا هون مش هون هون قلنا دائما الهابلويد هي دوميننت اوكي فيكم تتذكروا هيك هي بتساعدكم تتذكروا انه بده يعمل ميوسيس بيقوم بس يعمل ميوسيس بيصير عندي فورميشن يعني كل وحده زايجوت حياتيني فور سيلز فور هابلويد سيلز صح ما ننتش الميوسيس بيصير عندي هابلويد سيلز سو كل هابلويد سيل وحده بتعمل ميتوسيس بيصير عندي يعني فورميشن اوف 8 haploid cells او 8 nuclei فهودي 8 nuclei هن مخورين بعدين يصيروا ascospores يعني هودي 8 nuclei هن حيكونوا ascospores وبترجع بتعيد حال القصة الascospores بيقعوا على الأرض بيعملوا germination او generation يعني بتكاتر حتى يعملين لمين الهايفي مجموعة هايفي بتعمل لي mycelium haploid mycelium ليش haploid لأنه الascospores هن haploid ما هن اجوا نتيجة meiosis ومايتوسز يعني مايتوسز للسازيا اللي طلعوا من الميوسز عرفتوا؟ سو بيطلع عندي انا نيو فانجس لايك ستراكشر تمام تعالوا نقراهم حتى نثبت الافكار او نشوف اذا نسينا شيء فاذا ستيبس اوف ريبرودكشن اول شيء ذا هايفي يلي هي تاعت الميل صرت تاعت الفيميل اللي هي بلس وتاعت الميل يلي هي ماينس شو بيعملوا؟ بيوقفوا حد بعض بس وقفوا حد بعض ذا ميل نيوكلياي يلي هني جايين من الانثريديوم pass through the trichogen لوين لعند الاسكوجونيوم بس راح لعند الاسكوجونيوم صار عندي هون انا هذا بلازموجامي هلا النيو دايكاريوتيك ستيج بتقعد النيو دايكاريوتيك هايفي بتقعد هيك شوي يعني تخيلوا انتم معي مثلا عندي هذا الميل وهيدي الفيميل اوكي عملوا مع بعضهم فيوجن عملوا بلازموجامي يا ربي يعني عم اعطوني هايفي جديده بس شو كل سيل فيها تو نيوكليي ليكو كل سيل فيها تو نيوكليي هيدي بسميها دايكاريوتيك ستيج عراسهم من فوق عراس الهايفيات من فوق كمان في عندي سيلز كمان كل وحده في عندها دايكاريوتيك ستيج اوكي هلا الستيب اللي بعده شو بيصير عندي هودي الهول هول موجودين هون سميناهم اسكي اوكي هودي اسمهم اسكي بس شيلها تمام اسمهم اسكي هلا هودي الاسكي بيعملوا كاريوجامي بس عملوا كاريوجامي يعني صار عندي انا هون هيدي اللي هيك كانت صار عندي هون زايجت اوكي هون صار عندي كلهم بيعملوا كاريوجامي صار عندي زايجت هون الزايجت شو بيعمل دغري بيعمل ميوسيس حتى يعطيني فورميشن اوف هابلويد سيلز هودي الهابلويد سيلز بيعملوا ميتوسيس حتى يعطوني كمان هابلويد نيوكليا بس يكونوا كتروا حالهم يعني حتى يكونوا كتروا حالهم كل وحده منهم حتكون هي اسكوسبور هلا قلت لكم شغله هيدا كله هيدا الستراكشر كله بسميه شو اسكوكارب اللي هو عباره عن الاركي الاسكوجونيوم مع الاسكي وهيك اوكي هذا كل شيء يلي انا بشوفه فوق الارض فوق السبستريت مثلا مش هودي هون بيكون عند التراب من تحت مثلا هن مخصفين هيدا اللي فوق هو بيكون اسكوكارب اوكي هي بالنسبه للبرودكشن اوف فانجاي بس هالقد مطلوب السنه